مساء الخير. ما زالت الأحداث يعني بتتجاوز حدود السخونة في كل شيء تقريبا، يعني داخليا وخارجيا وحوالينا وفي العالم، ولكن كل التمنيات أن تهدأ الأحوال ويصل العالم إلى حالة من الاستقرار أكثر إنسانية. النهاردة أنا عايز أتكلم على قضية يعني هي شغلتني سنوات طويلة وكتبت فيها كتير جدا، ولم أصل طبعا مثل كل الأحلام المؤجلة، لم أصل إلى منطقة آمنة فيها، وهي تاريخ مصر، ما يكتب وما يقال وما يروى، والناس اللي كتبوا مذكراتهم والناس اللي حاولوا يدافعوا ويبرأوا نفسهم والناس اللي كانوا يعني في منطقة الإدانة وحاولوا ان هم يهربوا منها. تاريخ مصر كله تقريبا قصص بعضها حقيقي والأكثر وهمي. وإحنا عندنا عادة غريبة في التاريخ المصري، وهي إن الناس بتلغي تاريخ بعضها، يعني حتى على النقوش الفرعونية كان يجي الفرعون يشطب على تاريخ الفرعون اللي كان قبله ويكتب اسمه أو يخليه، وده عملوه الحكام والفراعنة حتى حتشبسوت عملته. فإحنا أساسا عندنا هواية تغيير أو يعني تشويه الأحداث، لدرجة إن تبص تلاقي الوزير يجي يلغي كل حاجة كانت قبليه، كل القرارات وكل الخطط وكل الأقوال، ويعني يعتبر نفسه بيبتدي من جديد. وللأسف الشديد إن حكاية يبتدي من جديد دي مفيش حاجة بتبتدي من جديد خالص، كل الأحداث بتبقى نوع من التراكم. حتى الحضارات نفسها كلها كانت حضارات تراكمية، زمن بيضيف لزمن بيضيف لزمن، وأشخاص بيقوموا بأدوار ويجي بعدهم من يقوم بأدوار أخرى. وحتى في الخدمات نفسها بنبص نلاقي إن كل إنسان خدم حسب قدراته وحسب إمكانياته، وبعدين جاء حد بعده وأضاف. لكن التاريخ المصري في كل أحداثه تقريبا تبص تلاقي فيه تعارض وتناقض ووجهات نظر واختلاف حاد جدا، يعني بيصل أحيانا إلى درجة اتهامات مخزية بالخيانة والعمالة وإلى آخره. كل ده بيحصل في تاريخ مصر للأسف الشديد، إنه بيحصل يعني قدامنا كلنا وكلنا شهود يعني عليه، ولكن لم نصحح في يوم من الأيام هذا الخطأ الفظيع في مسيرة الأحداث والبشر. أنا من السنوات كتبت سلسلة مقالات في الأهرام كان عنوانها من يكتب تاريخ ثورة يوليو، وطرحت فيه القضية بصراحة وقلت إن تاريخ ثورة يوليو وهي
أهم الأحداث المعاصرة تقريبا. هذا التاريخ يعني لا تستطيع أن تجد وثيقة، ما فيش وثائق، الأوراق الرسمية كلها قد تجد بعضها عند بعض الأشخاص زي الأستاذ محمد حسين هيكل، كان عنده وثائق كتير لأن في فترة الرئيس عبد الناصر كانت كل أوراق مؤسسات الدولة بتروح منها صور للأستاذ هيكل، فكان بيحتفظ بهذه الوثائق. لكن بعد كده بصينا لقينا إن أشياء كتيرة جدا اتغيرت، يعني مثلا العصر الملكي كله، يعني أسرة محمد علي بكل تاريخها من أيام محمد علي رغم أنه كان صاحب مشروع إلى الخديوي إسماعيل إلى فاروق، وطبعا كل هذه الأحداث اتشوهت أو اتلغت أو حذفت من التاريخ. وللأسف الشديد إن احنا كنا بنرتكب خطأ أكبر، إن احنا بنكتب كتب التاريخ حتى في المدارس بأحداث ووقائع غير صحيحة وغير حقيقية. يعني أسرة محمد علي قيل فيها ما قال مالك في الخمر، وبعدين حتى الملك فاروق رغم خروجه الهادي وانه تجنب الصراع مع الجيش وتجنب انه يدخل البلد في مذابح، وكان ممكن يستعين بقوة أجنبية أو غيره زي ما عمل غيره، لكن الحقيقة هو الراجل لم أوراقه وخد أشياءه ومشي، وحتى قالوا أنه خد سبائك الذهب واتضح ان هو ما كانش لاقي يصرف لولا ان اسره عربيه ثريه كانت بتقدم له الدعم المادي. بعد كده لما حدثت ثوره يوليو حصلت انقسامات فيها ايضا، يعني هل هي انقلاب، هل هي ثوره، هل هي حركه؟ هم سموها في الاول حركه يوليو وبعدين ثورة يوليو، رغم ان معظم الضباط الاحرار اللي شاركوا فيها اعترفوا بعد كده ان هم ما كانش عندهم مشروع ثورة، هم كانوا عايزين شوية تغييرات في الجيش وتغييرات اجتماعية لتحسين اوضاع الجيش، ولكن الاحداث فرضت عليهم ان هم بصوا لقوا نفسهم قدام يعني شعب ودولة وامكانيات، واصبح من الضروري عليهم فعلا ان هم يواجهوا الواقع وبقرارات حاسمة زي توزيع اعادة توزيع الاصلاح الزراعي والملكي والتأميم والى اخره والغاء الاحزاب السياسية والمحاكمات. طبعا كل هذا حدث بعد فترة وجيزة من قيام الثورة. لكن برضو دخلنا تولى جمال عبد الناصر وحدثت أحداث كبيرة زي حرب 56 وبعدين التأميمات وقناة السويس و السد الحالي وكل هذه الإنجازات التي أضافت لتاريخ الرجل. لكن بعد كده جاء الرئيس أنور السادات وانقسم الشارع المصري مرة أخرى ما بين سادتيين وناصريين، زي ما حصل برضو قبل الثورة، ملكيين وجمهوريين، زي ما حصل في كل الأحداث الكبرى. هل كان السد العالي خطأ؟ هل كان تأميم قناة السويس
خطأ، رغم أن العالم كله أنصف هذه الإنجازات وتحدث عنها بتقدير شديد، لكن كل ما كان في عهد عبد الناصر في عهد السادات اتغيرت كل الأشياء وكل الأحداث والوقائع، ودخلنا في قصص تانية خالص كانت عبارة عن يعني إلغاء أو تشويه لكل ما سبق. أنا بعتقد أن ده أصبح مرض عضال في الحياة المصرية، لأن لا ينبغي إطلاقا أن ننكر جهد حد قدم للبلد شيء أولا. ثانيا، لا ينبغي أن احنا نعتمد على الروايات اللي قد يختلف البعض فيها أو يتفق. ونمرة ثلاثة وهي الأهم، أن نكشف عن الوثائق. يعني ما فيش وثائق لأحداث كبيرة جدا حتى الآن، يعني ثورة يوليو نفسها وأحداثها ما لهاش وثائق، ما فيش. أخيرا عملوا يعني عملية إحياء لهذه الأحداث من خلال متحف للثورة، يضم أحداث الثورة وما بقي من الوثائق والرموز اللي شاركت في هذه الثورة، بحيث مقتنياتهم أشيائهم خاصة الرؤوس الكبيرة. أنا مش عارف، أنا زرته من 3 سنين مع مسؤول كبير، لأنه بيدعى الآن رئاسة الجمهورية، ما عرفش خلص ولا لسه، لأن هم كانوا امتدوا للنيل وعملوا قاعات وقاعات محاضرات ومكتبات وعملوا حجرة لكل واحد من الشخصيات الكبرى في الثورة، لكن ما اعتقدش ان هو انتهى، رغم انهم كانوا خصصوا له أيامية. كلام ده يمكن اكتر من 10 سنين، خصصوا له 40 مليون جنيه. هو كان هدفه انهم يعني لملموا ما بقي من وثائق الثورة وتوضع في هذا المكان، هو جنب الشيراتون على النيل، وهو كان استراحة من استراحات الملك فاروق ولم يدخلها لأنها اتبنت سنة 51، وهو بعد كده في 52 غادر مصر إلى إيطاليا. عايز أقول إن تاريخ الشعوب مجموعة وثائق ومجموعة أحداث كبرى ومجموعة شخصيات كان لها دور ورموز شاركت وساهمت وأدت دورها بالسلب أو الإيجاب. على فكرة أنا ما أنا مش من أنصار يعني تجميل الأشياء بلا مبرر، لا، إذا كان في حد أخطأ يوضع في التاريخ أنه أخطأ وياخد حقه سلبا وإيجابا. هو أنصف هنا وأخطأ هنا، هو كان في هذا الطريق سليم وفي طرق أخرى كانت فيه أخطاء وربما دفعت الشعوب ثمنها. عايز أقول إن إحنا جزء من ذاكرة الشعب وجزء من حياته هو تاريخه. يعني شعب بلا ذاكرة، خاصة انت بتتكلم عن مصر أم الحضارات وأول ذاكرة في التاريخ، يعني أول شعب كان له نهر وكان له وطن
وكان له شطآن وكان له حضارة وكان له دور وكان له علم وكان له ثقافة وكان له فكر. انت بتتكلم عن مصر، فحين يشوه التاريخ في بلد مثل مصر ده بيعتبر الحقيقة خطأ كبير جدا. أولا لابد أن نحافظ أو نبحث عما بقي من الوثائق، ده جانب. الجانب الثاني، مش كل الروايات اللي اتقالت على ألسنة أصحابها صحيحة، ننقي هذه القصص والروايات. ما هو كل واحد عايز يبرأ نفسه، فقعد مع صحفي وقال له كلمتين وقال له أنا عملت وأنجزت وخلصت وعملت والآخر، وبيطلعه في كتاب على أساس أنه يبقى شاهد على العصر. هو لا كان شاهد ولا كان له دور ولا حاجة خالص، لكن ده حصل. أسماء كتيرة جدا كتبت مذكراتها، هل تحسب من التاريخ وكيف تحسب من التاريخ إذا كانت لأسماء مجهولة لم تقدم شيئا؟ وبعدين بعد ده كله بقى احنا شكلنا لجان كتيرة جدا ل يعني مناقشة موضوعات التاريخ، منها ثورة يوليو، منها نكسة 67، منها كل الأحداث الكبرى التي عاشتها مصر في قرن كامل من الزمان تقريبا. فيبقى في الحالة دي لابد أن نراجع أنفسنا ونبحث عن الوثائق الحقيقية، سواء كانت عند الوزارات، عند المؤسسات الرسمية، عند في دار الكتب والوثائق، في أي مكان، بحيث أن تتشكل لجان مثل لجنة ثورة يوليو ما عملتش حاجة، حتى 67، حتى نصر أكتوبر في أكتر من كده قالوا هيوسخوه وهيعملوا يعني دراسة كاملة عن هذا الإنجاز التاريخي، ما حصلش. اللي عايز أقوله إن تاريخنا جزء عزيز من تراث هذا الوطن، ولا بد أن نحافظ عليه، ولا بد أن نضع في الأهمية كأي شيء أمن قومي في هذا البلد. فاصل ونكمل. زي ما قلت، أنا من سنوات كتبت سلسلة من المقالات حول قضية تاريخ مصر، من يكتبه وأين الوثائق وأين حقائق هذا التاريخ. والحقيقة كانت سلسلة مقالات طويلة، يعني ما أعرفش وصلت ل 16 مقالة تقريبا، كنت بكتبها كل أسبوع، وكان لها صدى كبير جدا، لدرجة ان انا فوجئت ان عدد كبير من اعضاء مجلس قيادة الثورة اللي كانوا موجودين رد عليا. وطبعا كل واحد حاول يعني يوضح وجهة نظره في أحداث كتيرة أنا تساءلت فيها، يعني زي إبعاد محمد نجيب، هل كانت ثورة
أهم حركة، وقصة عبد الحكيم عامر وكيف أحدثت شرخا في مجلس قيادة الثورة أمام ترقيته وهو أصغر الرتب إلى درجة اللواء، وتعيينه قائدا للجيش. وبعد كده برضو طرحت مجموعة تساؤلات كتيرة، والحقيقة الكتاب وجد صدى كبير على المستوى الثقافي، لدرجة ان انا بصيت لقيت عندي شهادات من عدد كبير من الشخصيات اللي يعني كان منهم حد من قادة سلاح الفرسان محمود عبد اللطيف حجازي، والمدفعية محمد أبو اليسر الأنصاري، ومحمد صلاح إبراهيم سعدة، وطبعا في كتاب الدكتورة لطيفة سالم أستاذة التاريخ، ودكتورة فردوس البنهاوي، وضياء الدين داود، ومحمد أنور نافع، وأحمد حمروش، ومحسن عبد الخالق، ومراد أحمد عبد العظيم، وصلاح إبراهيم سعدة، ومحمد أحمد البلتاجي، كل دول، وجمال حماد، كل دولا بعتوا لي الردود، وجمعت كل هذه الردود وأصدرتها في كتاب. لكن كانت المفاجأة الأهم بقى من مما كتبت ومن الشهادات التي وصلتني، إن كان في لجنة اتشكلت عشان متحف ثورة يوليو برئاسة الدكتور يونان دبيب رزق، وهو مؤرخ كبير وإنسان مصري أصيل. فوجئت بيه بيدعيني إن أنا أحضر في مقر المجلس الجديد ده اللي بيعاد تشكيله، وبيستدعوا فيه كل من شارك في ثورة يوليو. فأنا الحقيقة اخترت اتنين كنت حريص إن أنا أحضر وأعمل معاهم حوار، وهما كانوا الاتنين الأهم، كان السيد زكريا محمد الدين والسيد حسين الشافعي، وكلاهما كان نائب لرئيس الجمهورية. طبعا زكريا محي الدين كان من الأسماء الكبيرة جدا في الثورة، وكان من أصدقاء جمال عبد الناصر المقربين، وكان صاحب دور كبير في بداية الثورة، كان وزير الداخلية، هو اللي أنشأ جهاز المخابرات، وكان له دور على المستوى السياسي، وكان أيضا من القيادات التي رشحت لتولي رئاسة الجمهورية أن يكون رئيسا بعد تنحي الرئيس جمال عبد الناصر في 9 يونيو 1967 بعد النكسة. قابلت السيد زكريا محي الدين، هو كان رجل مهذب محترم، فكرك بالشخصيات الأصيلة المصرية، ودار بيننا حوار نشرت يوميها في الأهرام، وكان بينا مجادلات بمعنى أصح. يعني
أولاً أنا أول حاجة سألتها له أنت ما كتبتش مذكراتك ليه؟ الناس كلها من أعضاء مجلس قيادة الثورة كتبوا مذكراته. قال أنا مش هكتب مذكراتي ولا هتكلم في حاجة خالص. قعدنا نلف وندور في الموضوع ده لدرجة إن أنا قعدت بعدها يمكن شهرين ثلاثة أتصل بيه وأقنعه إن أنا هساعده في كتابة هذه المذكرات، لكنه رفض. إنما توقفت معاه عند بعض الأحداث. كان من أهم الأحداث اللي توقفت معاه فيها موقف الثورة من محمد نجيب، أول رئيس جمهورية بعد خلع الملك فاروق. محمد نجيب كان برتبة لواء، وضباط الأحرار كلهم تقريبا يمكن كان جمال عبد الناصر أكبرهم، كان عقيد أعتقد أو قائم مقام، والرتب الأخرى كانت أقل من ده، لكن محمد نجيب هو الوحيد اللي كان لواء، وكان رجل كبير في السن أمام مجموعة من الشباب. فهو طبعا زكريا محي الدين يعني اتكلم كويس عن محمد نجيب وقال إن هو كان له دور الحقيقة بالنسبة للثورة، ولكنه كان دور محدود. قلت له طيب يعني ما هي الثورة دي لو كانت فشلت كان أول رأس هيقطع فيها هو اللواء اللي تصدر القيام بالثورة. قال لي لك حق، لكن حصلت مشاكل مع محمد نجيب. أول هذه المشاكل إن هو كان يؤمن إن علينا أن ننسحب مجلس قيادة الثورة وتعود الأحزاب وتعود الحياة السياسية، لأنه كان من المدافعين أو المقتنعين بالديمقراطية. وإحنا موضوع الديمقراطية ده كنا مأجلينه 3 سنين لغاية ما تستقر الأحوال. ولكن اللي حصل إن محمد نجيب يعني كان على صلة بالأحزاب القديمة، وكان يعني بيتحاور معاهم ويناقش قضايا البلد معاهم، لدرجة إن هو خطب خطبة مرة وكان يقف خلفه عبد القادر عودة، وده كان من قيادات الإخوان، وكان من الأسماء الشعبية في ذلك الوقت. ولذلك احنا فضلنا أن نجيب ينسحب، لأن جماهيريته أيضا أصبحت عبء على مجلس قيادة الثورة. كان محبوب من الناس وكان بينزل كتير للشارع وبيخطب، وده أزعج مجلس قيادة الثورة، خاصة إن هو في فترة ما قال إحنا لازم نحل المجلس ونعيد الحكم للمدنيين مرة أخرى. وهنا كان الفيصل وعزل محمد نجيب. نفس السؤال أنا سألته للسيد حسين الشافعي. قلت له يا سيادة النائب، هو كان نائب رئيس جمهورية برضه، وكان وزير شؤون اجتماعية، وكان رئيس المحكمة اللي حكمت الأحزاب والقوى السياسية بعد الثورة. قلت له هل تعتقد إن الموقف مع نجيب كان يعني يليق برئيس دولة انكم تحطوه في المرج في بيت قديم او فيلا قديمة كده
وتحدد إقامته. طبعا هو قال إن يعني عزل نجيب ما كانش خطأ، لأنه فعلا كان بيمثل يعني شيء بالنسبة للشارع، يعني إنه جماهيرية نجيب أصبحت عبء على مجلس خط الثورة، وكان ولابد يعني إنه يختفي عن الساحة، خاصة إن دي كانت رغبة جمال عبد الناصر واتفقنا عليها جميعا. حسين الشافعي كمل كلامه وقال لكن احنا عملنا نجيب معاملة سيئة جدا لا تليق بمواطن ولا تليق برئيس دولة ولا تليق برتبة عسكرية كبيرة ولا تليق بواحد تصدر الثورة وكان ممكن يدفع الثمن. قلت له طيب إذا كنتوا انتوا عارفين إن هو الراجل ممكن يدفع الثمن، يعني كان ده يعني مش تضحية؟ قال لي طبعا ده تضحية، وأنا شخصيا كنت أرفض إن هو يعامل بهذا الشكل. انتقلت لشخص آخر كان هو اللي نجح الثورة، ودي حقيقة، ده كله حوارات مع زكريا محي الدين ومع حسين الشافعي، يعني اتنين من الرؤوس الكبيرة جدا اللي قامت بالثورة وفي مجلس قيادة الثورة وكانوا أصحاب مناصب. طب يوسف صديق، يوسف صديق ده كان من الضباط الأحرار وكان له دور كبير جدا لأنه هو اللي نجح الثورة. كان رئيس الأركان مجتمع، رئيس أركان الجيش الملكي يعني، مجتمع مع القيادات، لكن يوسف صديق قبل الميعاد اللي متحدد للهجوم على القيادة مشي قبلها بساعتين وخد قوة من عنده واقتحم المكان، وكان القيادات كلها موجودة وهددهم بمدفع رشاش معاه وقبض عليهم كلهم. وفعلا كانت دي أهم لحظة في تاريخ الثورة، لأن القيادات كلها، قيادات الجيش التابعة للملك، كانت في هذا الاجتماع، ولولا حركة يوسف صديق إنه استبق الأحداث ودخل عليهم كانت الثورة اتكشفت، لأنهم كانوا بيتدبروا كيف تتم مواجهة هذه الثورة. لكن بعد كده برضو نفس الشيء حصل مع يوسف صديق. يوسف صديق كان يساري الفكر، أو بمعنى أصح كان ضمن تنظيم شيوعي في مصر، فخافوا من فكر الرجل. المهم هما كانوا خايفين منه ومن خالد محي الدين، لأن خالد محي الدين تقريبا كان اشتراكي الهوى وكان بيؤمن بالعدالة الاجتماعية وكان بيؤمن بحق الشعب في الديمقراطية، وكل هذه الأفكار كانت مؤجلة إلى وقت آخر. إنما اللي حصل مع يوسف صديق ان هم تقريبا همشوا، وخالد محي الدين طلع سفير بره وبدات الثوره تتخلص من بعض ابنائها بالتدريج، محمد نجيب، يوسف صديق،
خالد محي الدين، بعد كده كمال الدين حسين، بعد كده أسماء أخرى كثير. من ضمن الأسئلة اللي أنا سألتها يوميها للسيد زكريا محي الدين وقد أجابني بصدق وصراحة على حكاية أنه كان هيبقى رئيس جمهورية يوم 9 يونيو بعد النكسة، وإن الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب التنحي قال إن أنا يعني هترك المسؤولية للسيد زكريا محي الدين. زكريا محي الدين قال لي أنا عرفت بهذا الموضوع كله من التلفزيون، لم يخبرني أحد حتى الرئيس جمال عبد الناصر نفسه إن في نية إن أنا أتولى رئاسة الجمهورية بعد تنحيه، ما قاليش، وإن هذه القصة كلها ليس لها أساس. لحد كلمني ولا قالوا لي ولا أنا عرفت، وبعدين أنا كان من الصعب أن أقبل الفكرة أساسا. طيب ده هزيمة عسكرية أتولى المسؤولية عشان أشيلها أنا؟ طب أنا ذنبي إيه؟ أنا لا حاربت ولا كنت طرف ولا كنت من القيادات اللي شاركت في هذه الحرب، يبقى معنى كده إن أنا ليس لي علاقة بالهزيمة أو النصر. لكن اللي حصل إن فعلاً أنا ما حدش قال لي على هذه الفكرة اللي طرحها الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب التنحي. بعد كده طبعا كملت الحديث مع السيد زكريا محي الدين، اتكلمنا على تأميم وتصفية الإقطاع التمصير وكل القصص اللي حصلت دي، وقضايا الحرية والدستور وإلى آخره. والحقيقة الحوار كان ممتع لأن أنا شخصيا كان عندي خلفية عن القضية نفسها وكيف يكتب التاريخ ولماذا لا يكتب بصراحة ووضوح. لكن حصل بيني وبين السيد حسين الشافعي وكرجل صوفي مشكلة. حسين الشافعي كتب في حوار لي، كان حوار يعني قاسي شوية، إن أنور السادات كان عميلا للمخابرات الأمريكية CIA، وإنه جند في زيارة لي سنة 56 لما راح أمريكا وحكى قصة كده ظل يرددها حتى مات، كان دايما يقولها. فأنا كتبت مقال مش بقى عن ثورة يوليو ولا عن الوثائق والمذكرات، لا، كان عنوان المقال أخلاق الفرسان. قلت فيها إن أنا بعاتب على السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية لأنه اتهم أنور السادات بأنه عميل للمخابرات الأمريكية، ودي تهمة يعني تسيء للتاريخ الرجل وتسيء للوطنية وتسيء لكل شيء في حياة أنور السادات. ومثل هذه الاتهامات لا تقدم كده يعني ببساطة، دي عايزة وثائق وعايزة مستندات وعايزة حسابات وعايزة وعايزة وعايزة. وبعدين انت يا اخي كنت مع أنور السادات
رفاق سلاح، ورفقة السلاح لها قدسية. وعشان تتهم زميلك أو أحد يعني أصدقائك بهذا الاتهام الباطل فده خطأ كبير جدا، لابد أن تعتذر عنه. لقيت السيد حسين الشافعي بيكلمني ثاني يوم بعد ما المقالة اتنشرت وبيزعق معايا، ده خناقة على طول. قلت له يا سيادة النائب أنا يعني مقدر غضبك، لكن مش أنا السبب، حضرتك اللي فتحت قضية وكان لابد أن يرد عليك فيها، ليس دفاعا عن أنور السادات ولكن دفاعا عن الوطنية المصرية، وليس اتهاما لحضرتك أنك أنت بتتجنى أو غيره، لأن لكن مثل هذه القضايا يا سيادة النائب لابد أن تحسم، وانت راجل كنت رئيس محكمة، يعني إذا كنت لديك هذه المعلومات سواء يعني مؤجلة أو كنت تعرفها من زمان كان من حقك أنك أنت تطرحها في المحكمة وأنت تحاسب. أنت حاسبت صلاح نصر ووقف أمامك، ومن هو صلاح نصر؟ المهم اشتبكنا في مناقشة طويلة، وكانت هذه المناقشة آخر عهدي بالسيد حسين الشافعي، وكانت أيضا آخر عهدي بالسيد زكريا محيي الدين، وكلاهما كان من رموز ثورة يوليو التي احتلت مواقع مهمة جدا في تاريخ مصر سياسيا وإنسانيا واجتماعيا، وكانوا أصحاب دور سوف يقيمه التاريخ ويقول ما كان لهم وما كان عليهم. دقائق ونكمل. الخيول لا تعرف النباح، الخيول لا تعرف النباح. أتيتك نهرا حزين الضفاف، فلا ماء عندي ولا سنبلة. أتيتك نهرا حزين الضفاف، فلا ماء عندي ولا سنبلة. فلا تسأل الروضة كيف انتهيت، ولا تسأل النهر من أهمل. أنا زهرة من ربيع قديم أحب الجمال وكم ظلل. حقائب عمري بقايا سراب، وأطلال حلمي بها مهملة. وجوه على العين، وجوه على العين مرت سريعا، فمن خان قلبي ومن دلل. ولا تسأل الشعر من كان قبلي،
ومن في رحاب الهوى رتلا. أنا عابد في رحاب الجمال، رأى في عيونك ما أذهلا. يقولون في القتل ذنب كبير، وقتل المحبين من حلل. أتيتك نهرا حزين الضفاف، فلا ماء عندي ولا سنبلة. فلا تسأل الروض كيف انتهيت، ولا تسأل النهر من أهمل. أنا زهرة من ربيع قديم، أحب الجمال وكم ظلل. حقائب عمري بقايا سراب، وأطلال حلمي بها مهملة. وجوه على العين مرت سريعا، فمن خان قلبي ومن دلل. ولا تسأل الشعر من كان قبلي، ومن في رحاب الهوى رتلا. أنا عابد في رحاب الجمال، رأى في عيونك ما أذهلا. يقولون في القتل ذنب كبير، وقتل المحبين من حلل. أناديك أناديك كالضوء خلف الغيوم، أناديك كالضوء خلف الغيوم. وأسأل قلبك من بدلا. وأصبحت كالنهر طيفا عجوزا، زمان من القهر قد أسقلا. فهذا الحريق الذي في يديك يسير شجوني، فمن أشعلا. وهذا الشموخ الذي كان يوما يضيء سماءك من أسدلا. أعيد الربيع لهذا الضفاف، وقومي من اليأس ما أطولا. فخير الخلائق شعب عنيد، إذا ما ابتدى حلمه أكملا. أعيد الربيع لهذا الضفاف، وقومي من اليأس ما أطولا. فخير الخلائق شعب عنيد، إذا ما ابتدى حلمه أكملا. حزين غنائي حزين غنائي، فهل تسمعين بكاء الطيور على المقصلة. أنا صرخة من زمان عريق، أنا صرخة من زمان عريق. غدت في عيون الورى مهزلة. أنا طائر من بقايا النسور، سلام الحمائم قد كبلا. أنا جزوة من بقايا حريق، وبستان ورد به قنبلة. فلا تسأل الفجر عن قاتليه، وعن سارقيه ومن أجله. ولا تسأل النهر عن عاشقيه، وعن بائعيه وما أمله. تعالي أحبك ما عاد عندي سوى الحب والموت والأسئلة.
تعالي أحبك، ما عاد عندي سوى الحب والموت والأسئلة. زمان دميم، زمان دميم، أزل الخيول فما كان مني وما كنت لا. خيول تعرت فصارت نعاجا، فمن روج القبح من جملا، ومن علم الخيل أن النباح وراء المرابين ما أجملا. هنا كان بالأمس صوت الخيول على كل باغ له جلجلة، فكم أسقط الحق عرش الطغاة، وكم واجه الزيف كم زلزلة، فكيف انتهى المجد للباكيات، ومن أخرس الحق من ضللا. تعالي أحبك، ما عاد عندي سوى الحب والموت والأسئلة. زمان دميم، أزل الخيول فما كان مني وما كنت له. خيول تعرت فصارت نعاجا، فمن روج القبح من جملا، ومن علم الخيل أن النباح وراء المرابين ما أجملا. هنا كان بالأمس صوت الخيول على كل باغ له جلجلة، فكم أسقط الحق عرش الطغاة، وكم واجه الزيف كم زلزلة، فكيف انتهى المجد للباكيات، ومن أخرس الحق من ضلل. ومن قال إن البكا كالصهيل، وعدو الفوارس كالهرولة. هنا كان بالأمس صوت الخيول على كل باغ له جلجلة، فكم أسقط الحق عرش الطغاة، وكم واجه الزيف كم زلزلة، فكيف انتهى المجد للباكيات، ومن أخرس الحق من ضلل. ومن قال إن البكا كالصهيل، وعدو الفوارس كالهرولة. سلام، سلام على كل نسر جسور يرى في سماء العلا منزلا. تصبحوا على خير.